السلام عليكم ورحمة الله. نشوف هالجهاز هذا ما في أي تشغيل أبدا. شوف تتوقعوا يكون العطل. نفكه ونشوف. اكتبوا لنا هيك بالتعليق توقعكم. طبعا في احتمالين، واحد فيوز، اثنين الطاقة. اكتب تعليق قبل ما نفك ونكتشف العطل. هذا فحص الفيوز. فيوز ما بيعطيني انه ما له شغال، ففي شيء بعد الفيوز الا ما في. نقول بسم الله. فين الليد؟ عم يشتغل. فمعنى ذلك انه الفيوز خلينا نشيله نتأكد من الحمو الحام مبدئيا على السريع لما نطول الفيديو. فعلا محروق فيوز، بس هلا بنوصل ووصل، مجرد وصل فقط هيك، بس لحتى نشغل ونشوف في مشكلة تاني. لأنه أحيانا مع الفيوز ينضرب الدخل. وما أكثرهم اللي بيجونا بقول لك بس مضروب الفيوز. وهذا هو اشتغل، وهذا الليد الاخضر حمله. شوف فعلا فقط الفيوز. وهيك خلصنا. السلام عليكم.